وحقيقة يعني إشكالية المدارس الأهلية لم تتولد منذ أزمة كورونا ولم تتولد منذ اللحظة. نحن نعاني الحقيقة من المدارس الأهلية وأنظمتها وهيكلتها ورسوبها الدراسية وأيضا الاختلاف في النظم والقوانين التي تطرح وتعدل عاما بعد عام، ولكنها لم تحل بشكل جذري على هذه المدارس الأهلية. نجد بعض المدارس ترفع الرسوم ونجد بعض المدارس تغالي في الرسوم، همها هو الربح. يعني كأن هذه المدارس الأهلية وضعت أو وضعها مستثمرون لكي يجنوا الأرباح لا أكثر ولا أقل ب خليني أقول لك اختفاء شبه كامل من الوزارة المعنية للرقابة وإلى آخره. والدليل على ذلك أن هذه الوزارة الحقيقة وضعت أكثر من استراتيجية ونهج لم تنجح، فتظل تعدل فيها كل فترة ولكن لم تصل إلى الحلول الجذري، واستمرت المدارس الأهلية في تعنتها في حتى في أزمة كورونا تطالب أولياء الأمور بالدفع. لم تكن الحقيقة موفقة في عملية أنه هذه أزمة تخفيض الرسوم أو تأجيل الرسوم أبدا. ونلاحظ الحقيقة في كل سنة نجد أنه أنت لا تستطيع أن تستلم شهادة ابنك أو ابنتك حتى تستلم كامل الرسوم. باستكمال هدفها. إذن هدفها الأساسي هو ليس تعليمي. طيب أستاذ صالح، لكن خلينا نكون متفقين. نعم طيب خلينا نقول متفقين، نكون متفقين يعني دائما أو حتى يعني بالأسلوب اللي هو الشعبي ممكن بين البائع والمشتري بيكون في كلمة يعني يفتح الله دائما يقولوا في ولي أمر بيقبل برسوم بسبعين أو ثمانين ألف ريال بتكون خاصة المدارس العالمية. يعني هناك قبول في العقدين بين ولي الأمر وبين الإدارة المدرسية. الرسوم الدراسية أتفق معك أستاذ صالح، وإن كان هذا الملف يعني يعتبر طويل، لكن ودنا نتكلم عن حاليا عن إمكانية المدارس اليوم في كم حتقدر تتحمل. أحسنتي، خليني أعقب على من يدفعون 60 و70 ألف. حقيقة المنظومة دعم بعض البعض لي خليني أقول لك للأشياء الخاطئة، هذا موجود الحقيقة. حتى في السلع هناك من يدفع حتى لو كان غالي يقول أنا عندي رصيد. فبنت أفكر في 70-80% أنه ما عنده الحقيقة ولا يستطيع أو متوسط. هذه نقطة. هناك من يدعم حتى التستر في العملية التجارية، وبالتالي إحنا لا نقيس هؤلاء بمقياس. إحنا نتكلم على منظومة، على هيكل، على قانون، على نظام. يفترض أن لا يكون هناك يعني هل 10% من يستطيعون الدفع أن إحنا نضعهم كقاعدة. حلو. وبالتالي هؤلاء ليسوا هم من ينظر إليهم، ننظر إلى بشكل عام أنه لا تتجاوز هذه. حتى الوزارة يجب أن تتدخل في عملية التسعير. هذه الحقيقة ملف طويل وشائك. نعم أتفق معك أستاذ صالح. لا أعتقد أنه الوزارة ممكن أن تجد لها حل. خلينا نأخذ الشق الآخر اللي هي عملية أزمة كورونا على وزارة التعليم بشكل عام. لا يوجد لدى الوزارة منهجية أو استراتيجية أو خطة قبل 15 سنوات وبعد وما قبل أزمة كورونا. خليني أقول لك شغلة، ليس لدينا بنية أساسية تحتية لمواجهة الأزمات. المنظومة التعليمية مع الأسف لا زالت يعني تقليدية وتتخبط حقيقة. حتى لو لاحظت خلال الشهرين والمشاهد الكريم الشهرين اللي فاتوا كان الوزير يجتمع مع المدراء التعليم عبر سكايب عبر الأونلاين من بعيد، ويطالب في بعض القرارات أن يأتون الطلبة والطالبات إلى المدارس في غرفة مساحتها 4x6 40 طالب. إذن هذا التناقض الموجود من قبل الوزارة. بعد أسبوع يطلع قرار مناقض للقرار الأولاني، بعد هذا أسبوع يطلع قرار مناقض. تخبط الوزارة حتى لما أعلنوا أنه في 11 محرم ستعود المدارس والطلبة والطالبات لم يكن هناك قرار مفصلي. يعني إلى الأسبوع اللي فات ترى إحنا ما ندري رجع يعني. نعم حتى القرار الأخير لا يعتبر قرار مفصلي. أستاذ صالح ودنا يعني ودنا نتحدث بشكل أكبر، وشكرين لك مداخلتك، يعني فعلا مداخلة مهمة وما تحدثت عنها من نقاط مهمة جدا نأخذها بعين الاعتبار.